تحية من جيش مصر وأكبر شرطته، والشعب عارف سكته، أمنه أمانه في وحدته، وده اللي بيخلي الوطن بتزيد صلابته وقوته. تحية من جيش مصر وأكبر شرطته، والشعب عارف سكته، أمنه أمانه في وحدته، وده اللي بيخلي الوطن بتزيد صلابته وقوته. على عهد دايما مخلصين، وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن ايدي واحدة على مر السنين، ومصر دايما اقوى بينا وراسي على مر الزمن. على عهد دايما مخلصين، وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن ايد واحدة واحدة على مر السنين، ومصر دايما اقوى بينا وراسي على مر الزمن. تحية من جيش مصر واكبر شرطته. مصر دايما قبلنا، يشهد علينا ربنا، نفدي البلد بدمنا، قدمنا خيرة رجالتنا عشان بلدنا وشعبنا. على عهد دايما مخلصين، وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن ايد واحدة على مر مصر دايما اقوى بينا وراسي على مر الزمن. على عهد دايما مخلصين، وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن ايد واحدة واحدة على مر السنين، ومصر دايما اقوى بينا وراسي على مر الزمن. تحية تقدير وإجلال من القلب لكل رجال الشرطة المصرية، بمناسبة طبعا عدهم 70، وكل سنة وانتم طيبين ودايما كده في ظهر الوطن وحماة الوطن. مش محتاجة طبعا أفكركم بأن انتوا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة برنامج صباح الورد بالعربي، هتدخلوا عليها تكتبوا كل اقتراحاتكم، المواضيع اللي حابين ان احنا نناقشها معاكم في البرنامج، ولو في أي حد عنده موهبة حابب ان هو يعرضها ويبقى ضيف ينورنا في البرنامج أهلا وسهلا. وكمان صفحة القناة، صفحة قناة تن، فممكن تتابعونا واحنا معاكم على مدار الساعة ونص على الهواء. خلونا بقى نقول لكم فقراتنا النهاردة، واللي هنبدأها مع دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. عايزين نفهم منه بقى قصة الدمغة الجديدة، ناس كتير ابتدت تقلق وبتتساءل، هل الناس هتعرف تبيع وتشتري الذهب القديم بتاعها، ولا هيكون التعامل شكله ايه في ظل الدمغة الجديدة؟ فقرة اعتقد ان هي تهم كل بيوت مصر تقريبا. أما فقرتنا الثانية هتكون في إطار احتفالاتنا بعيد الشرطة المصرية، هيكون ضيفنا اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام، واللي عايزين نتكلم معاه عن بطولات وإنجازات الشرطة المصرية، كمان عمليات التطوير والتأهيل اللي بتتم في المرحلة الحالية لجهاز الشرطة. طيب دلوقتي خلونا نروح علشان نشوف احنا عندنا ايه النهاردة في مصر، ونرجع لكم مرة تانية.
ورجعنا لكم مرة تانية، وصباح الورد والسعادة عليكم مرة تانية. أول خبر معنا النهاردة عن افتتاح المعرض الأول للفنانة التشكيلية ريهام العدل. المعرض بعنوان Moving Forward، وتم بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة. المعرض ضم 22 لوحة بالحجم الكبير، وهو المعرض الأول اللي بيضم العدد ده من اللوحات في معرض شخصي. تعالوا نروح نتفرج على جزء من المعرض وعدد من اللقاءات اللي عملناها هناك، ونرجع لكم مرة تانية. انا كنت بشتغل في مجال العلاقات العامه على مدى 18 سنه، كنت بدير اكشلي احدى من اكبر شركات العلاقات العامه في مصر، شركه عالميه كان في حوالي 30 واحد شغال في الشركه دهيت، بنشتغل بقى مع الحكومه ومع الوزارات وكده. بس انا في اخر 5 سنين في المجال ده، غير ان انا تعبت جدا لانها شغلانه متعبه قوي قوي، بس يعني حاسه ان مش هو ده اللي انا عايز اعمله في حياتي، حاسه ان في حاجه ناقصه لروحي، يعني الروح مش مبسوط قوي يعني. وبعدين حماتي فنانه عالميه كبيره جدا، حماتي بريت بطرس غالي، فهي طبعا الهمتني لان لوحاتها في كل حته في البيت عندنا. وانا لما سبت شغلي رحت المرسم عندها مره وابتديت ارسم معاها، عجبني طبعا الموضوع جدا جدا، فروحت عملت استوديو في البيت وقعدت ارسم وبتاع، بعدين بعت رابع لوحه. ما كنتش عايزه ابيع اصلا، انا حطيتها على فيسبوك لقيت حد بيقول لي انا عايزه اشتريها. فلما ده حصل قلت ايه ده، يعني انا اوبسلي في تالنت، فقلت بقى لا اسيبك بقى من ان انا افتح شركه بي ار دي، انا هكمل في موضوع الرسم دهوت. ريهام زي ما حكيت كتير عملت شيء انا ما عملتوش، وهي انها تقدر تسيب حياه الشركات والعمل والوظيفه وتتفرغ للفن. انا ما عرفتش اعمله لظروفي العائليه، انا كنت اوريدي اتجوزت وبقى عندي اولاد، ما اقدرش اسيب الجيولوجيا والبترول وتفرغ للتمثيل. لما هي استطاعت ان تتفرغ للتشكيل وبتعمله بحب شديد، وعشان كده انا بقيت سعيد جدا لانها حققت الحلم اللي كان محبط عندي، هي عملته، ربنا يوفقها ان شاء الله، وسعيد بيها قوي قوي قوي. على فكره انا عايز اقول على شاشه 10 ان انا من معجبي شاشه 10 جدا، وبشوف انها بتقدم برامج ممتعه ممتعه ممتعه، انا فعلا من معجبي شاشه 10. ما تعتبروش ده تعصب ولا تحيز، انما انا بتابع شاشه 10 بانتظام، وهي شاشه جميله جدا وسعيد بيها جدا، ومش فاهم ازاي مش واخده، انا بتخيل انها المفروض تاخد حقها في الرؤيه، ان شاء الله تشوف. اولا على وجودكم انتوا، لولاكم ما كانش بقى في لا معرض ولا في ناس تعرفنا ولا تعرف ريهام ولا تعرف اياد، فانا بشكر كل القنوات وبشكر كل الساده المصورين والمخرجين واللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا. دي اول حاجه. ريهام بتتطور طبعا وبتتقدم زي اي فنانه. ريهام عمل شيفت كارير عظيم من واحده من اهم الناس بتوع البي ار في الشرق الاوسط، كان عندها شركتها الخاصه وكانت ماسكه شركه انترناشونال، ثم قررت، لان احنا عيله كلنا فينا ضرب العرق ده، انا سبت الطب عشان السينما، هي سابت شغلها وبقت رسامه، ورسامه هايله، وتم الاعتراف بيها بره مصر قبل ما نعترف بيها في مصر، فخدت جوائز في فينيسيا وخدت جوائز في النمسا. واللوحات اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها دي كلها هي شخصيه ريهام بالظبط، مليانه حياه ومليانه الوان ومليانه حب للدنيا، وبتعرف تطلع مشاعرها من خلال فيها دراما طبعا، لان هي يعني مرت بظرف صعب، لكن هي عرفت تحوله للوحات جميله زي دي. واللوحات هي شبه ريهام بالظبط، المتمرده الجريئه اللي بتحب الحريه، اللي عملت كل حاجه، بتعمل دايفنج 200 متر تحت سطح البحر وبتطير بالباراشوت وبترسم وبتعمل، هي دي شخصيتها. فانا فرحان بيها، كل العيله فرحانه بيها ومتشرفه بان هي تنتمي لعيله العدل، زي ما هي متشرفه بينا احنا كمان متشرفين بيها. انا ببارك لريهام وبقول لها ان انا فخور جدا باعمالك وبالمعرض اللي عملته في ظروف صحيه ما كانتش لطيفه، انما ما شاء الله ربنا واهبها موهبه يعني متدفقه جدا، وعامله اعمال في منتهى الجمال، واديكي شايفه المعرض هو ما شاء الله حاجه بديعه يعني، واتمنى لها دايما المزيد، وانا متوقع ليها انها رغم انها باديه مش من زمان، انها في خلال كام سنه هتبقى من اهم الفنانين التشكيليين اللي في مصر. عكس كل عيلة العدل، خرجت ريهام العدل من السينما وتفاصيلها للفن التشكيلي عشان تثبت ان ابن الوز فنان حتى لو اختلفت الاشكال. منى راشد، 10 TV.
ورجعنا لكم مرة تانية، وبما أننا بنتكلم عن الإبداع فإحنا دايما في صباح الورد بنختار نماذج ليها تأثير كبير على الناس وليها تأثير كبير في المجتمع. النهاردة بنفتكر مع حضراتكم إحسان عبد القدوس، الروائي والمؤلف المصري العظيم اللي قدم أكتر من 600 رواية وعمل فني فريد وغير مسبوق. إحسان عبد القدوس طول عمره كل رواياته مثيرة للجدل، لأنه كان سابق عصره، كان نصير المرأة، وكان بيعرض جوانب جريئة جدا للمرأة. إحسان عبد القدوس تحولت كتير جدا من أعماله للسينما، وهي أعمال ضخمة وعايشة بيننا، زي مثلا إمبراطورية ميم، وزي أنف وثلاث عيون، والرصاصة لا تزال في جيبي، أبي فوق الشجرة، لن أعيش في جلباب أبي. حقيقة أعمال يعني خالدة على مدار كل الأجيال، يعني حتى الشباب اللي موجودين دلوقتي برضو عارفين الأفلام دي ومؤثرة فيهم. خلينا دلوقتي نروح نشوف بالمناسبة دي بعض المعلومات عن الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، تعالوا بقى دلوقتي نطمن على حالة الطقس ونرجع برضو مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة الحلقة كلها في الحقيقة عن الإبداع، عن التنمية وعن البناء، علشان كده إحنا عندنا فيديو عظيم جدا عن محافظة أسوان، وده بعد ما القوات المسلحة المصرية والجهات المعنية انتهوا من مشروع الهوية البصرية للمحافظة. لو نفتكر مع بعض، سيادة الرئيس السيسي في أسبوع الصعيد كان بيزور محافظة أسوان، طالب الجهات المعنية أنها تنفذ مشروع الهوية البصرية اللي قدمه مجموعة من الطلاب في الجامعة الألمانية. خلونا نروح نشوف الفيديو عن تغيير شكل هوية أسوان ونرجع بأول فقراتنا. ورجعنا لكم مرة تانية، وصباح الورد والسعادة عليكم مرة تانية. دلوقتي أول فقرتنا اللي هنتكلم فيها عن الدمغة الجديدة للذهب بالليزر. الحقيقة إن الموضوع ده أثار جدل كبير بين المواطنين وخاصة الستات خلال الأيام اللي فاتت. يعني بدأت الناس تسأل، يا ترى الدمغة بالليزر هتلغي الدمغة التقليدية ولا لأ؟ طيب إزاي هيتم التعامل في الذهب القديم؟ كمان هل الدمغة الجديدة هيكون لها تأثير على أسعار المعدن الأصفر ولا لأ؟ تفاصيل كتير هنعرفها في فقرتنا، وهنرد على كل أسئلتكم. خلونا نرحب بضيفنا الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب. صباح الورد على حضرتك. صباح الفل يا فندم. يعني خلينا في البداية أفهم من حضرتك، إيه هي دمغة الذهب بالليزر؟ أولا نحب نهني الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة والقوات المسلحة وفخامة الرئيس حفظه الله لمصر نهرا من العطاء. الدمغة الجديدة حضرتك ده تطور طبيعي لتكنولوجي العالم كله خد بيه ومصر أخذ بيه، لأن مصر ماضية في عهد في الرقمنة الحديثة. فده يعني بدل الدمغ بالقلم القلم التقليدي اللي بيشوه بيعمل يشوه المشغول، وبيعمل بارشل والكمبليت ديستورشن، بيشوه يتشوه جزئي يكل بالنسبة للمشغول. لا، احنا بندمغ بالليزر خاصة ان اوزان المشغولات في الاونة الحديثة خفت جدا مع ارتفاع الذهب، فاصبح مطلب اساسي تكنولوجيا حديثة، نقلة نوعية لدمغة الذهب
وبالإضافة أنه هو بيمنع تشوه المشغول تماما، أنه هو بيديني كل الداتا حوالين المشغول، تاريخ صنعه، عياره، شكله، المنتج، كل الداتا بتبقى موجودة بالنسبة للمشغول، وبيمنع الغش تماما. أنت تتصوريش حضرتك بالنسبة لتصدير المشغولات، فكانت الجهات المستوردة أحيان كتير قوي بتطلب لو سمحت ما تدمغلناش بالأختام ديت. طيب أنا عايز أسأل بقى حضرتك سؤال. فضل. يعني حضرتك ذكرت فايدة مهمة جدا غير الشكل الجمالي للمنتج، أنه مش هيحصل غش. هو كان بيحصل غش إزاي؟ يعني الأختام التقليدية دي سهلة التقليد. أما التكنولوجيا الحديثة دي تكنولوجيا عالية جدا جدا جدا، من مستحيل الدخول. طب ليه اللي كانوا بيستوردوا من منكم الذهب كانوا يقولوا لا ما تحطش؟ لا انا بتكلم على تصدير المشغولات المصريه للخارج. ليه كانوا بيقولوا بلاش؟ لان الاختام، دمغ بالاختام كان بيؤدي الى يعني تشويه الاختام، خاصه المشغولات المفرغه، فلما بينزل عليها بالختم فبتطبق. فيجي لا المشغول او قطعه المجوهرات فقدت الشكل الجمالي بتاعها. كنتوا بتتصرفوا ازاي وقتها؟ لا ما كان، ما دي احدى العوائق اللي كانت بتعوق تعوق التصدير. فطبعا ده يساهم بقوه ان هو يسهل التصدير جدا، يسهل التصنيع، ينقل صناعه الذهب لمنطقه افضل. وهذا ليس له دعوه اطلاقا لا بسعر ولا بيع ولا شراء، ده نظام تكنولوجي على الصانعين ومصلحه الدم والموازين، وليس المستهلك له علاقه لا من قريب ولا من بعيد ولا بسعر ولا بيع ولا شراء. الدمغات القديمه دمغات قانونيه، دمغات معتمده، لو قعدت مليون سنه الذهب لو تورث لاولاد ولادنا ما فيش ادنى مشكله يباع. خليني اسال حضرتك بقى السؤال اللي شاغل بال الستات وخاصة السيدات اللي عندها، يعني في بعض الناس بتدخر أو بتحوش بالذهب. تمام. يعني هل الدمغة الجديدة بالليزر هتأثر على عملية البيع والشراء للذهب؟ إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ثلاث مرات أهو. ده موضوع وده موضوع، احنا مالناش دعوه اطلاقا. يعني السعر هيفضل زي ما هو؟ السعر ده عالمي، احنا مرتبطين بالاسعار العالميه. مش هتأثر حتى ده ارتفع الاسبوع الماضي 15 جنيه نظر ارتفاع وقيمه الذهب عالميا من 1802 ل 1843 41 دولار هنا. فالاسعار دي عالميه مالناش دعوه بيها اطلاقا، لا ليها دعوه بدمغات ولا ليها دعوه بالكلام ده اطلاقا، مالوش دعوه ما فيش صله بين الموضوع. طيب ده فيما يخص الافراد والمستهلكين، لكن فيما يخص بقى العائد الاقتصادي على الدوله المصريه، يعني ايه الفوائد اللي هتيجي على اقتصاد الدوله المصريه لما الدمغه تكون بالليزر؟ يعني الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس احنا ماضين قدما في دفع صناعة الذهب في مصر. وهنا انا بقول كلمة مهمة قوي، انا بقول صناعة الذهب في مصر، لان الذهب مش سلعة كمالية، والذهب اقتصاد افراد واقتصاد دولة طبعا. يعني فانا بندفع بنعمل معارض زي المعرض الذي سيقام قريبا بتاريخ 19 و20 فبراير، بنعمل بنطور بنعمل بنطور الدمغة، بنطور المنتجات. المنتجات المصرية حاليا أصبحت على المستوى العالمي، لا تقل إطلاقا على المستوى الإيطالي أو الهندي أو الخليجي، بل بالعكس نحن على قدم وساق. ولو في ظروف أفضل لا مصر ستصبح لها الريادة، لها الريادة في صناعة الذهب خاصة. لو أنا عايز أشتري ذهب للاستثمار مش للزينة، في ناس تقول لك يا سبايك يا جنيهات ذهب، ولا ممكن يبقى في استثمار حتى في يعني في الحاجة الزينة؟ هو حضرتك يعني الجنيهات والسبائك بتبقى مصنع يعني اجرتها اقل اجره، فاللي عايز ده ذهب وده ذهب، اللي عايز يشتري ذهب يتزين بيه ويدخره بيشتري مشغولات، اللي عايز يشتري سبائك كده ده ذهب وده ذهب ولا توجد مشكله. في ناس بتقول ان مش كل سبيكه بتتباع زي ما اشتريتها، يعني في سبيكه برضو ممكن تشتريها وتيجي تبيعها بتنقص في ثمنها، ايه مواصفات السبيكه اللي هي للادخار؟ لا يا فندم، السبائك اجرتها بسيطه جدا جدا، وحدثا اللي بيشتري سبائك لما بيجي يبيع لا ده بيجد انه بيربح، وبيربح ربح جيد جدا جدا. لان احنا عندنا زياده حوالي سنويه في الذهب لا تقل عن 25%. يعني احنا ما ننساش ان في ارتفاعات، انا جيت هنا كنت بسجل من فتره كان الذهب ب 420 جنيه انا فاكر كويس. وساعتها انا قلت لهم بكره الذهب هيجيب 600 جنيه، فهم حتى ساعتها استغربوا قالوا ده بيروج اطلاق.
بس زمان يا دكتور يعني زمان من هنقول من كذا سنة كان التفاوت في أسعار الذهب بسيط، يعني سعر الذهب ما بيقفز بسرعة أو ما بينقص بسرعة. دلوقتي يوميا في تغيرات يا دكتور. الظروف الاقتصادية صعبة جدا مع موجة كورونا، كورونا بهدلت الاقتصادات العالمية، الاقتصاديات العالمية انهكت، فكله يعني مع تصاعد موجة كورونا بنجد أن الضغط على الملاذ الآمن بيزداد بقوة. الذهب وصل السنة الماضية إلى 2070 دولار وتخطى هنا الذهب حاجز 900 جنيه. فالاقتصادات العالمية ما تنسيش دول كتير بتقفل، الدول دي لما بتقفل اقتصادها بتتأثر جدا، فالعملات سوق العملات بتهبط، فده بيؤدي إلى مزيد من الضغط على الاحتياط، ودول بترفع الاحتياط الاستراتيجي بتاعها بتاع الذهب. بالظبط. بس طيب عايزه اسالك يا دكتور، يعني امتى هيتم تطبيق الدمغه الجديده ان شاء الله بيها؟ في منتصف العام الحالي باذن الله. طيب الذهب اللي مش مضموخ خالص بقى، القديم ولا جديد، ده بيبقى يعني التعامل معاه يتم ازاي؟ عشان لو لا انت ما بتشتريش ذهب عمرك من اي محل او مديت، لازم المحل ده بيعرض شغل مضموخ دمغه مصريه قانونيه، ده اساسي، ولو هو عمل غير كده بيبقى مخالف. يعني لو هو باع شغل بدون لا ما. ومصلحه الدمغه والموازين الرقابه من اسكندريه لاسوان. بس لو مستهلك مثلا ما كانش عنده اي خلفيه بموضوع الدمغه اصلا واشترى ذهب ما لهوش دمغه، ما هيشتريه ازاي من غير يعني ما فيش، يعني ده ما بيتباعش اصلا، مش موجود اساسا. مش هيتباع اساسا. طيب نرجع بقى لحدوته الذهب الصيني لو حضرتك تفتكر، اللي كان غرق الاسواق في السنوات اللي ما فيش حاجه اسمها ذهب صيني. ايه بقى هو اصلا مش ذهب ده. هو إيه اصلا ده ستانلس او بلات اي معدن تاني غير الذهب تماما، لا ولا لا يمت للذهب لا من قريب ولا من بعيد. بس جودته عاليه يا دكتور. جودته كشكل انت بتشتري ديزاين. في ناس دلوقتي بتشتري شبكه صيني. ما هي حضرتك ده استخدام، يعني اولا ما بيتباعش تاني، يعني دي أوكي. يعني حضرتك اشتريتي ذهب ب 100,000 هنبيعه هنخسر شويه المصنعيه، انما فلوسك هتاخديها حالا. ولو الذهب زاد زياده محترمه هتجدي خدت فلوسك بهامش ربح محترم، حاجه جميله قوي، استثمار فوق الممتاز. اما بالنسبه لاي حاجه صيني مش المحل ما بيقولكيش هاتيها تاني، ولا هو ولا غيره. انت بتستخدميها كاكسسوار زي البلوش الجميل اللي انت حطاه كده، نو مور، ما بيرجعش تاني. فالذهب ما دام ملوش دعوه اطلاقا، لا ذهب ده بنسميه اكسسوار فاشون موديل، انما كذهب لا، هو ليس ملوش علاقه بالذهب اطلاقا. طيب الأعيرة بقى، يعني في مثلا ناس تقول لك اللي عايز يستثمر في الذهب يتجنب عيار 18 وعيار 21. مش موضوع يتجنب، موضوع 18 عيار 18 و14 تشكيلهم صعب شويه، فاجارهم مرتفعه، فاللي عايز يستثمر ال21 بتبقى اجرته قريبه، حين يعني بتاخدي منظر جميل. وفي ال24 كمان يا دكتور؟ لا المشغولات 21، 24 ده السبائك. السبائك فقط و24. 24 انما ال21 في موديلات ممتازه واجرته قريبه، اما ال18 فنظر تشكيله صعب لانه بيزاد صلاده عن ال21 فاجره مرتفع شويه، انما اللي عايز ذوق عالي وموديل عالي بيدفع يعني. طب حضرتك ذكرت دلوقتي انه الموضوع موحد، لازم يكون في دمغه أكيد. الاسعار معروفه بتاعه كل عيار، لكن احنا بنشوف على السوشيال ميديا ناس بيبقوا اصحاب محلات ذهب وبيعرضوا اسعار منافسه، يعني مثلا ممكن، وانا بسمع حتى من صحباتي مثلا احنا قاعدين تقولي تعالي اوديكي عند فلانه دي الاسعار بتاعتها حلوه واحسن من فلان. طب ازاي بيحصل هذا الاختلاف او التفاوت ده معناه ايه؟ لا هو طبعا السوشيال ميديا، انت حضرتك لما بتشتري حاجه سلعه قيمه ما ينفعش تشتريها من السوشيال ميديا، يعني انت عايزه مكان ومكان معتمد وتاخدي فاتوره معتمده بيها كل التفاصيل. انت ما بتشتريش حاجه يعني ما بتشتري عربيه فخمه، ما هو بيبقى محل جوهري. يعني واحده صاحبه محل مجوهرات بتعرض البضاعه وتقول لك انا الاسعار عندي منافسه، طب هي بتخسر بقى ولا بتبيع؟ لا 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 هي لعلها بتنافس في صنفه وصنف تاني بتاخد بالك، فانما طالما يعني لازم نخلي بالنا واحنا بنشتري الذهب، ذهب سلعه قيمه
سلع لازم نشتريها من مكان احنا. حتى كان زمان في ثقافه كويسه قوي اسمها ثقافه الجوهرجي بتاع العيله. أيوة. يعني كل عيله كان ليها ليها الجوهرجي بتاعها، فدي كانت بتبقى جميله قوي. هو مصدر ثقه بالنسبه لهم وهم مصدر. الموضوع مش طب اللي ما عندوش السؤال. يعني انا دايما حتى بقول اللي بيشتري من السوشيال ميديا، في ناس كتير اتخدعت، وفي ناس خدت حاجات دهب. مش الدهب اللي نشتريه من السوشيال ميديا، وفي ناس خدت حاجات يعني انها دهب وما طلعتش دهب، او طلعت او عيارها مش مظبوط او مغشوش. فلازم الموضوع يبقى في حس شويه، هتتعبي شويه وتنزلي بتاع. يعني يعني الدهب الدليفري فيه مش اكل هو، لا انت بتدفعي الافات، فمن حقك ان انت تاخدي سلعه مضمونه، سلعه موثوق فيها، لان دي حرام، دي فلوس كتير. احنا معانا على الهاتف دلوقتي اللواء احمد سليمان، مساعد وزير التموين ورئيس مصلحه الدمغه والموازين. اهلا بحضرتك سياده اللواء، صباح الفل. صباح الورد عليكي وعلى المشاهدين وعلى الدكتور ناجي وعلى شعبنا العظيم كله. الدكتور ناجي مع حضرتك اهو بيسلم عليك. لكن يا رب يخليك. احنا عايزين نعرف برضه صباح الورد. احنا عايزين في البدايه طبعا نعرف المشاهدين من خلال حضرتك دور المصلحه في المشروع الجديد لدمغه الذهب. طبعا في البدايه من طلب حرص الدوله على الحفاظ على مكتسبات المواطنين ومدخراتهم، وزي ما الدكتور ناجي كان بيقول دلوقتي اللي من اهمها الذهب. فالوجه المعالي وزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور علي بن صالحي الى ضروره حتميه مكانه وتطوير دوره العمل الخاصه بدمج المعادن الثمينه في المصلحه. طبعا الميكنه ديت هتبقى من خلال استبدال الاسلوب القديم اللي هو كان متبع منذ نشاه المصلحه وحتى وقتنا هذا باسلوب جديد باستخدام الدمغ الليزر. الدمغ الليزر ده مش بستبدل ماشين بتعمل دمغ بالليزر بقلم اللي كان بيستخدم قديما، ولكن الموضوع اكبر من كده. هي عباره عن منظومه متكامله بتضم كافه عناصر صناعه وتوثيق وتجاره ومراقبه منظومه الذهب والمعادن الثمينه في مصر. المنظومة بتبتدي من حجز المصنع أو الورشة اللي خرج منها المشغول، أو لو كان هو مستورد من وارد من الخارج، لتوقيت لدخول المشغول أو الشبيكة للمصلحة. بعد كده بيتسلم طبقا للمعادن اللي بتحجز للمصلحة، ويبتدي دورته داخل المصلحة، يتم فحصه واختباره وتسجيله وتوثيق بياناته بالمنظومة، وبعدين بعد كده بيتم تسليمه علشان نبتدي الدوره، دوره بيعه خارج المصلحه. دوره البيع ديت بتبتدي من المصنع لتاجر الجمله لتاجر التجزئه، وصولا في النهايه للمشتري اللي بيستلم عن شراء المشغول شهاده ملكيه صادره من المصلحه بمواصفات وبيانات ووزن وتاريخ صناعه وكل الداتا اللي بتوصف المشغول وبتضمن ان ما يحصلش اي غش او تلاعب. سياده اللواء، حابين نسال حضرتك ازاي ممكن للدمغه الجديده ان هي تزود حركه او تضاعف حركه تصدير المشغولات الذهبيه المصريه؟ طبعا الدمغه الجديده تخلي بتدي موثوقيه اكتر في المشغولات، خصوصا المشغولات المصريه بتدي موثوقيه ان ما حصلش اي تلاعب او اي ختم او دمغ للمشغول خارج المصلحه، وبالتالي اي مواطن خارج مصر بيضمن ان المشغول اللي بيشتري ده عياره موثق ومظبوط ومطابق، العيار المدموج عليه مطابق للعيار الحقيقي بتاعه. يعني انا لو معايا الذهب بتاعي وفي بلد في اي بلد بره مصر، ممكن بقى بسبب الدمغه الحديثه دي اقدر ابيعه عادي في اي مكان هناك؟ طبعا ده هيدي كريديبيلتي، هيدي موثوقيه عاليه طبعا للمشغول المصري، وهيشجع على التصدير، وهيشجع على ان احط قيمه مضافه على الذهب بدل ما بصدره سبائك، اصدره مشغولات، وابقى انا كدوله استفدت بان انا دورت عجله الانتاج وشغلت الذهب وصدرته في صوره مشغول. طب هل الدمغه الجديده يا سياده اللواء ممكن تاثر على ارتفاع او انخفاض اسعار الذهب؟
لا 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 اطلاقا، ده بالعكس، ده هي بتدي موثوقيه زي ما قلت، هتزيد الاقبال سواء من السوق المحلي او من السوق العالمي على الذهب المصري. مش عايز اقول لحضرتك في دول كثيره قاعده بتراقب التجربه بتاعتنا علشان عايزه تاخدها كمثال يحتذى علشان تعمل المنظومه الشبيهه ليها. وفي كذا دولة عربية كانوا حاولوا يحققوا اتصال معانا علشان يستفيدوا من الشوط اللي احنا قطعناه في المجال ده. ايه اللي بيميز الذهب المصري يا فندم؟ يعني احنا دايما لما بنيجي نقول مثلا القطن هو الذهب الابيض او القطن المصري معروف عالميا، لكن ايه مواصفات الذهب المصري اللي بتميزه عن اي ذهب تاني؟ هو الذهب هو واحد في العالم كله كمعدن، ولكن اللي بيميز حضرتك تقصدي المشغول المصري. المشغول المصري ده له خصوصية، له طابع. مصر من الدول الرائدة في مجال صناعة المشغولات الذهبية. مصر من آلاف السنين، من عهد الفراعنة، وهي بتصنع ذهب وبتصنع مشغولات على اعلى مستوى فني. في مشغولات كتيره وفي ديزاينز كتيره لها خصوصيه مصريه. كل ده بيدي للذهب المصري او المشغولات بالتحديد المصريه قدره تنافسيه عاليه في الاسواق الخارجيه. على ذكر الحضاره المصريه القديمه، يعني في فتره الحضاره المصريه القديمه كان الفضه اغلى من الذهب، ايه اللي حصل؟ ايه اللي قلب الايه دلوقتي؟ هي عرض وطلب. الذهب كان كتير في مصر القديمه وكانت الفضه قليله. طبعا مع اكتشافات الفضه الكتير وتوفر المعدن بطريقه، معدن الفضه بطريقه زياده في الاسواق عن الطلب، ابتدى سعره يقل. موضوع عرض وطلب. معلش انا هكمل بس جزئيه بسيطه. هو اعاده وضع مصر على الخريطه العالميه بما يتناسب مع امكانياتها وقدراتها وتاهيل ومستواها وتاريخها في مجال صناعه الذهب. فكان معالي الدكتور علي في وزير التموين كان وجه بان احنا هنعمل ان شاء الله في الشهر الجاي معرض الذهب والمجوهرات نيبيو 2022. وده هيبقى معرض كبير هيشارك فيه كل صناع المعادن الثمينه والمجوهرات في مصر، وهيبقى في حضور من جهات دوليه كتير، وده هيبقى بدايه انطلاقه لتصدير المشغولات المصرية للخارج. كلمنا يا دكتور يا سيادة اللواء برضو عن كل كميات الذهب اللي موجودة حاليا بالدمغة القديمة، هيكون التعامل فيها ازاي؟ طالما المشغول او السبيكة والمصلحة للدمغة القديمة والمطابقة للعيارات القانونية، فمفيش اي اجراء اضافي مطلوب عليها. هي فعالة وسارية ومفيش اي مشكلة. احنا الموضوع ان احنا بنعتمد اسلوب جديد. من بدء اعتماد الاسلوب الجديد او بدء تطبيقه اللي هو اسلوب الدمج بالليزر، هنوقف الاسلوب القديم اللي هو الدمج بالقلم. ولكن المشغولات اللي سبق دمجها بالقلم فهي من داخل المصلحه، فهي قانونيه وهي ساريه ولا تتطلب اي اجراء اضافي للمواطن او التاجر، او حتى الكميات اللي هتبقى ستيل موجوده او كانت موجوده عند التجار عند بدء تفعيل او تطبيق نظام الدمج بالليزر لا تتطلب اي اجراء اضافي. اللواء احمد سليمان مساعد وزير التموين ورئيس مصلحه الدمغه والموازين، بشكر حضرتك على كل هذا الكم من المعلومات وعلى المداخله. دكتور نيجي بنرجع لحضرتك مره ثانيه، وعلى ذكر سياده اللواء ان احنا مصر هتتحط على الخريطه العالميه، او بمعنى اصح هيكون موقعها افضل بكتير، وان هنشارك في اكسبو السنه اللي جايه بمعرض ذهب. يعني عايزين نتكلم بقى عن تفاصيل اكتر واهميه ان مصر فعلا تكون موجوده في معرض زي ده. لا وحضرتك الاسبوع الماضي وزير البترول والثروه المعدنيه بيدشن اول مصفاه للذهب في الشرق الاوسط في مرسى علم، وبتكلفه اجماليه حوالي 100 مليون دولار ومبدئيا 30 مليون دولار لاضافه قيمه مضافه للذهب المستخرج المصري. وحضرتك المصفاه ديت موجوده في وسط منطقه مناجم، فهي قريبه من منجم السكري الذي يقع 30 كيلو جنوب غرب مرسى علم. ومنطقة المناجم، احنا عندنا المناجم في مصر حاجة تبشر بكل خير. ومصر زي ما أصبحت في عهد فخامة الرئيس ربنا أدام الله عليه الصحة
والتوفيق ان مركز اقليمي لصناعه الغاز باذن الله، خاصه المصفى ديت تستطيع تعمل ريفاينري اي تنقيه للذهب بتاع الدرع العربي الافريقي الذي يخص السعوديه والسودان والدول الافريقيه، فمصر ستصبح مركز عالمي للذهب بالنسبة لإنتاج السبائك المختومة أختام عالمية معتمدة. وهل بالفعل مصر ليها ترتيب عالمي؟ مصر يعني بإذن الله بعد انتهاء هذه المشاريع الضخمة جدا، وفي أكثر من 11 شركة رست عليهم مناقصات للتنقيب عن الذهب منهم 4 مصريين، فالاهتمام بتاع الدولة هو اهتمام جيد جدا، اهتمام ناجح جدا لصناعة قومية تستطيع أن تكون داعمة بقوة الاقتصاد القومي. فالذهب دايما، أنا دايما أقول كلمة جولد إيكوال ماني، الذهب العالمي، الذهب هو السلع العالمية المعتمدة في جميع أنحاء العالم. يعني حضرتك لو في أي مكان في الدنيا ومعاك قطعة ذهب تستطيع أن أنت توجديها تسيليها توجديها عملات، يعني بأي حتى نوع من العملات، فهو العملة العالمية المعتمدة عالميا في جميع أنحاء العالم. طب يا دكتور، على مدار السنة امتى نبيع الذهب وامتى نشتريه؟ وبرضو واحنا بنبيع ازاي، يعني معلش ازاي ما حدش يضحك عليا؟ لا، هي الموضوع بسيط جدا جدا. امتى تشتري؟ اشتري في اي وقت. ليه؟ يعني احنا لو مسكنا الكيرف كده بتاع اسعار الذهب من 5 سنين مثلا، هنجد ان من 5 سنين كان حوالي 350 جنيه جرام ايار 21. الكيرف فضل واخد ارتفاعات، بدات جائحه كورونا عملت قفزه قويه جدا في اسعار الذهب، فوصل لغايه 600-650، ثم بدات مع كورونا وصل لغايه 985 جرام 21، وصلت البورصه العالميه ل 2100. فبدا يجدوا المصل واللقاح، فبدات ايه الاقتصادات تفتح، بدات الاسعار تهدى. حاليا ب 805. المتوقع ان في الفتره القادمه ان لسه مزيد من الضغط على المعدن الاصفر، فمتوقع مزيد من الارتفاعات. فتشتري؟ لا، انت مش هتخسري. اي وقت هتشتري فيه مش هتخسري، اي وقت. طب والبيع؟ هتبيع حضرتك، البيع سهل جدا. البيع لازم تعرفي زي التاجر ما يضحكش عليك. لا، مش هيضحك عليكي، سهل خالص. انت معاكي الفاتوره، او سهل خالص اعرفي جرام 18 بكام و21 بكام، القطعه دي كام جرام مثلا، 20 جرام بالظبط، في 800 جنيه تبقى ب 16000. سهل خالص، معاكي الموبايل وتروحي. طب ما بيقعد ينقص بقى، يقول لي ده لا مفيش وده ولا فيها البيع حضرتك ليها مش ربح بسيط جدا، انما السعر بتضربي السعر في الجرامات. هل الرقم المصنعيه؟ لا، ماليش دعوه بالمصنعيه. انت بتبيعي، ما لناش دعوه بالمصنعيه، انت بتبيعي ذهب. طيب هل دمغه الليزر هتغني عن الفاتوره الورقيه؟ لا طبعا، بس الفاتوره الورقيه دي ساعات بتضيع يا دكتور، يعني الواحد مش عايز يقعد يشيل. ده عامل مساعد، انما حتى لو ضاعت الفاتوره الورقيه فالبيانات الداتا موجوده. يعني انما من حقك ان انت تاخدي الفاتوره، ده حمايه ليكي. لا انا كده هستلم فاتوره. اولا من ناحيه حمايه المستهلك، لو عايزه تغير، يعني لو عايزه تراجع حاجه. بس انا قصدي، انا طبعا هشتري بفاتوره، بس انا قصدي لو الفاتوره لاي سبب مع مرور السنين ضاعت مني، هل ده هيقلل من قيمه القطعه؟ احنا بنقول حاجتين. بنقول في جوهري الاسر، يعني حد انت واخده منه، انت يعني هو عارفك والديات دي. تاني حاجة، طالما بالنظام هيبقى نظام جديد مريح جدا جدا جدا، يعني لان الليزر المفروض خلاص تطلع البيانات هيبقى كلها، هيبقى كل الداتا موجود، الداتا موجودة سهلة جدا جدا. طب يا دكتور، بالنسبة للناس المقبلين على الجواز والشبكة والخطوبة، يعني حضرتك تنصحهم بإيه وهم بيشتروا الذهب؟ أول حاجة الشبكة أساسية، يعني هقول لحضرتك ليه أساسية، يعني ببساطة، يعني طبعا الشبكة أساسية. أول حاجة أنها يعني هي فرحة العروسة وتقدير عريسها ليها، أكيد. تاني حاجة، في حاجة بسيطة يقول لك easy come easy go، يعني الحاجة اللي بتتجي سهلة كده لا بتبقى ملهاش طعمها، مش حلو. ده بالنسبة للعريس، يعني ان بتحصل مشاكل كتير قوي. يعني حضرتك كل الجوازات اللي اتجوزوا وتساهلوا في حقوقهم من جهة شبكة وخلافه عادة ما بتكملش، يعني هي مش مقياس.
اه لا مش مقياس على فكره، ممكن برضو يبيعها الشبكه بعد الجواز عادي يعني. لا 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 اشتريتوش بالظبط كده. لا لا اي يعني في كذا طريقه ياخد بيها الشبكه برضو. الشبكه تبقى فرح وتقدير وهتبقى حاجه جميله، وبنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي يقدر يعني في تقدير للظروف، يقدر ظروفه زي ما يقدر ظروف، يعني لا يقدر يجيب حاجه كتير كتير او قليل، هي كده كده حاجه رمزيه. اه بس ما تتنزلش عن الشبكه. اه حاجه رمزيه دي موضوع يعني. وهي تشتري شبكه تاني حاجه، الشبكه دي هقول لحضرتك ليها فايده كويسه قوي، هي احتياطات استراتيجي للاسره الناشئه. يعني ايه؟ يعني افرض الاسره الناشئه دي حصل اي بروب اهو موجود يعني. لما هي بتتباع حضرتك ما حتى لو مصاريف العيال بقى اي حاجه تطلع في النص يشيلوا على جنب. يا ستي العلاقه الطيبه اسمن من بالضبط. العلاقه الطيبه اسمن من الذهب والالماس والتب وكل حاجه. هو ده اللي بيبقى في الحقيقه. صحيح صحيح. ده موضوع بقى تاني، وليه فقرات وفقرات العلاقات يعني، والود والرحمه. أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب ورئيس اللجنة الاقتصادية شعبة الذهب بالغرفة التجارية، نورتنا وصباحك صباح الورد. ومشاهدينا هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بفقرتنا الثانية، تابعونا. حضراتكم من جديد، احنا لسه مكملين مع حضراتكم الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة المصرية، وكل سنة وكل رجال الشرطة المخلصين بألف خير. احنا تابعنا امبارح حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة في أكاديمية الشرطة، وطبعا سمعنا كلمته اللي أكد خلالها أنه لولا الجيش والشرطة ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. خلونا نتكلم أكتر عن دور جهاز الشرطة العظيم وأهميته في استقرار مصر وأمنها وأمانها مع ضيفنا سيادة اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة بالصحة والسلامة. في البداية يعني نتكلم أكتر عن الاحتفالية امبارح، ورأي حضرتك في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا هذه الكلمة أنا خدتها وبعتبرها ميثاق شرف سيادته حطه لكل رجال الشرطة، لأنه كلمته لها معاني ولها دلالات كبيرة، وضح دور الشرطة وما تعرضت له من فترات صعبة وما قامت به بمعالجة نفسيها
في فترة قياسية تجاوزت كل المحن، أعادت البناء والحمد لله رب العالمين. كلفها كتير، كلفها شهداء، كلفها مصابين، ولكن الحمد لله هي كانت خط الدفاع الأول، وهي كانت المستهدفة في الأساس في الأول مفيش شك. ولكن هو قدر جهاز الشرطة على مر العصور هو تحمل كل هذه المشاكل وكل الأعباء، لأن الشرطة لا تنفصل عن أي مشاكل داخل البلد. في كافة المجالات الشرطة لازم تبقى طرف فيها، وهي اللي تقف وهي اللي تعالج، بل وهي تقترح الحل. فالشرطة لا يكتفي دورها بقصة التأمين فقط، ولكن المشاركة الفعالة والجادة في كافة أمور الحياة عشان تدي الرؤية اللي تمنع الظاهرة من انها تتمادى. واحنا كلنا عارفين الحروب الاجيال بتبدأ بايه؟ بحرب الجيل الرابع اللي هي الشائعات، وده دور الشرطة، وده اللي عملته الدولة، ان في متحدث باسم رئاسة الجمهورية، في متحدث باسم السيد رئيس مجلس الوزراء، في متحدث باسم كل وزير، ده يوميا يطلع يرد على اي شائعة عشان تخمد هذه الشائعات في مهدها. صح، لان تركها كلنا عارفين ما يصل إليه. خليني أسأل حضرتك دلوقتي، شفنا مبادرات مهمة جدا لوزارة الداخلية زي مبادرة كلنا واحد، قد إيه ساهمت في التقارب بين يعني المواطن وبين الشرطة؟ كلمنا أكتر عن هذه المبادرة. وزارة الداخلية من بعد 2014 خدت نهج جديد، النهج هي ملاصقتها للشعب والشعور بنبضه والتقرب منه، لأن دور الشرطة ليس في أن أنا أفرض التعليمات ولا أن أنا أحط قواعد صارمة الكل لازم يلتزم بيها. في الآخر رجل الشرطة ما هو إلا مواطن. فهذه المبادرات كلها كانت بتوجيهات السيد وزير الداخلية، هي عبارة عن انزل للناس، شوف مشاكلهم، شوف السلع اللي ممكن تقابلهم في كافة المجالات، قرب من الناس، مش في مجالات بس كلنا واحد، ده في كافة الأمور، السجون، الرعاية اللاحقة، في نفس الوقت قطاع حقوق الانسان في قطاع السجون، ده كل هذه المبادرات. انت دلوقتي المسجون خلاص زي ما هو، يعني السيد الوزير وجه، هو مش هياخد عقوبتين، هو ارتكب جريمه دخلناه السجن، بس السجن مش عشان نموته، السجن عشان نعالجه، نأهله نعيد ادخاله في منظومه الدوله بعد انتهاء الفتره، وكمان في نفس الوقت انا ما بسيبوش، ده انا بخليه منتج، والإنتاج ده يعود عليه بالمال، مقوم السجين طبعا، ده بيتحط على ذمته، سواء إذا كانت الأسرة في زيارة بياخدوا من هذه المبالغ اللي بيتحصلها داخل العمل جوه السجون، أو في إدارة عندنا في الشرطة تسمى الإدارة العامة للرعاية اللاحقة، برضك ما بتسيبش أسر المسجون. ما أنا في الآخر هو خسرتي إيه؟ خسرتي تتوقف على إن أنا سبت طرف زي كده بدون رعاية. طب لو سبته بدون رعايه، طب ما هيطلع مجرم تاني. بالزبط. عشان كده وزاره الداخليه ما بقاش الدور بس هو، حتى نعرف الكلام ده من خلال تعريف هيئه الشرطه. احنا بنقول اصلاح وتهذيب، يعني دايما لما بنتكلم على السجن بنقول طبعًا. اصلاح وتهذيب، فده طبعًا. بيؤكد انه قصه مش عقوبه وخلاص، لا لا لا. هي فعلا حضرتك بتحط الشخص على الطريق السليم وبتستثمر فيه، لانه الاستثمار الحقيقي هو في الانسان. في الانسان احنا مش هنستفيد حاجه لما نعاقبه وخلاص، لا، ما احنا عايزين برضو نستفيد بيه بوجوده بانتاجيته وهكذا. مظبوط، صحيح. ويمكن يتضح ده سيادتك من تعريف هيئه الشرطه. صحيح، يمكن كمان حرب الارهاب، ودي مهمه جدا جدا، والتنميه الشامله، خطه التنميه الشامله في سيناء، والرئيس اشار لده، انه الشرطه يعني لولا الشرطه والجيش مع بعض ما كانتش حصلت التنميه الشامله على ارض مصر. وعايزين نعرف دور كمان الشرطه في دحض الارهاب في سيناء. الشرطه تكلفت الكثير هي والقوات المسلحه، بس نداء الوطن يلبي كل فرد وكل رجل شرطة. صحيح، لأنك أنت دخلت هذه الوظيفة سواء في مجال القوات المسلحة أو في مجال الشرطة، فأنت قدمت حياتك قربان لهذا الوطن. صحيح. وهذا القربان يعتبر رخيص أمام تحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية البلد. ياما أسر فقدت أبنائها، وياما يعني أسر فيها مصابين وإصابات كانت أدت إلى العجز الكامل، ولكن كلهم في الآخر اتفقوا على أن الكلام ده كله لا يساوي شيء في سبيل ما تنعم به مصر حاليا. تكلفنا كتير، وفيات كتيرة،
شهداء كتيرة، مصابين كتيرة، بس مش هي دي مصر اللي كانت مولعة في 2014 عم فيها الحرائق والتدمير. 2011 و2012 ثورات وصراعات. البلد مش هي دي. لما نشوف التنمية وفي كافة المجالات، ويمكن سيادة الرئيس حرصه على إبراز ده في كل لقاءاته، التنمية هي مش تنمية الحجر، التنمية قبل تنمية الحجر هي تنمية البشر. كلفك الكلام ده كتير، لكن انت الحمد لله دلوقتي انت عندك 14 مدينة جديدة، عندك خطة لمدة 50 سنة، من ضمنها خطة كانت المفروض تنتهي 2027، انت انتهيت منها 2021، وده يعني يتضمن ان السيد الرئيس ما بيسيبش اي عمل الا بيشرف عليه بنفسه. صحيح. وكل المشاريع بتنتهي قبل ميعادها، وده يمكن دوت اللي خلى الخطة في الجزء الاول تنتهي قبل ميعادها بكام؟ بست سنين. يكفي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس يتخذ كل الاجراءات اللي كان كل من سبقوه بيخافوا ان هم يقدموا عليها، يعني اتخذ خطوات في منتهى الشجاعة والجرأة ومشي قدما ولمصلحة الوطن وكل المجالات. طبعا. هو سيادة الرئيس اعلنها، واعلنها منذ ان القى حديثه في الكلية العربية، انا عايش شعب مصر، وهو راهن على شعب مصر، والحمد لله ان شعب مصر بكافة فئاته اوفى بالعهد. البلد الحمد لله خدت مسارات في كل المجالات، في الطرق، في المدن، في التنمية، الصحة، في محطات، في الصحة، في حياة كريمة. مش عايزين نعد لان المجالات كتيرة، نخشى ان احنا نخسر يعني منهم مجال من المجالات، لكن احنا الحمد لله والناس لمسة ده ست اللواء، ناس لمست هذا التطور والانجاز العظيم. خليني اسال حضرتك، ما ينفعش نكون بنتكلم عن عيد الشرطه وما نفتكرش مع بعض معركه الاسماعيليه واللي بسببها تم تحديد 25 يناير عيد للشرطه. كلمنا عن انجاز الشرطه في اليوم ده. طيب انا برضك استاذن حضرتك في ان انا اخد من كلمه ست الرئيس امبارح 25 يناير سنة 52 هبت نسائم الحرية على البلد. مجموعة من صغار الضباط وصغار المجندين يبلغ عددهم 770 ضابط وجندي، وقفوا أمام 8000 عسكري وضابط إنجليزي. دول معهم بنادق بسيطة اسمها بنادق لي أنفيلد، وده معاه مدافع ومعاه دبابات وأسلحة ثقيلة. ادوهم الإنذار بتسليم أسلحتهم ومغادرة مدينة الإسماعيلية والعودة إلى القاهرة. هؤلاء الضباط لم يلتزموا بهذا البيان، وهنا ضابط الاتصال عرض الأمر على السيد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية في هذا التوقيت. قال لهم أنا عايز أسمع الخبر بأن كنتوا آخر ناس اشتهدتوا في منطقة الإسماعيلية، لكن عقيدة الشرطة وعقيدة القوات المسلحة لا تترك سلاحك إلا ما تهلك دونه. وتكاتف الشعب أيضا معاهم، مفيش كلام طبعاً. بدليل أنها بدأت من نهاية 51 لما مصر ألغت معاهدة 36. صحيح. وابتدى كافة العمال في كل معسكرات الإنجليز يمتنعوا عن العمل. صحيح. فقط لا، ومنعوا توريد الأغذية والأطعمة الى كل هذه المعسكرات، بل وحرقوا اكبر معسكر خاص بالانجليز داخل مدينه الاسماعيليه. كلمنا كمان عن موقف القائد الانجليزي او القائد البريطاني لما طلب من جنوده اداء التحيه العسكريه لشهداء الشرطه، يعني ده موقف عظيم. طبعا الاستبسال من صغار الضباط والجنود ده يشهد له التاريخ. عشان كده الشرطه لها لحظات وليها ايام مضيئه لن تغيب عن ذاكرة الوطن، من ضمنهم يوم 25. صحيح. أما أتكلم على العدد وأتكلم على الشجاعة وإن الأسلحة اللي معايا لا ترقى إلى المدافع، خلاص أنا داخل هي هموت يا وتراق الدماء أمام الكل. ويعيد القائد الإنجليزي العرض تاني بأن هم يتركوا أسلحتهم ويخرجوا، ويرفض. يعني ده يعني اكبره قائد العدو على الاحترام، يعني على الاحترام يعني والتقدير. صحيح. بالعدد البسيط ده. صحيح. يقف هذا المشهد الجليل. صحيح. اللي لن تنساه.
مصر. يمكن ده بقى يعني عايزين حضرتك برضو تحكي لنا عن سر ترسيخ هذه العقيدة عند الجندي المصري، يعني الجندي المصري سواء في الجيش أو في الشرطة، عقيدة أنه أنا لحد آخر لحظة هحارب ولحد آخر لحظة سلاحي في إيدي بغض النظر عن كل المعطيات اللي ممكن تكون بتشير للهزيمة، يعني سلاحي ضعيف، ممكن أكون الأعداد مش كافية، لكن رغم كده أنا هقاتل لحد آخر لحظة بمنتهى الشجاعة وبمنتهى القوة. إيه السر في ترسيخ هذه العقيدة وإزاي بتترسخ يعني لهذه الدرجة؟ القوات المسلحة والشرطة بياخد طالب عنده 17 سنة عجينة لم تشكل، بيثقله بأول حاجة وهي الوطن، بيدربه لمدة 4 سنوات على كل المهام، وفي الوقت الحالي ومن بعد 2011 نمرة 1 على كيفية إسقاط الدول، وإن إسقاط الدول لم يتوقف على قصة الأسلحة والحروب التقليدية في الـ3 مراحل الأولى في الأجيال، بل ابتدت تتغير. التغيير يبدأ منين؟ من الإشاعات. الإشاعات يبقى بتغير العقيدة. إحنا نمرة 1 لازم نحرص إن العقيدة دي خلاص هو طلع بيها، بقت خلاص جزء من حياته، إخلاصي الوطني، إخلاصي لسلاحي، إن مهامي في الحياة تتوقف على حماية هذا الوطن. دي بقت حاجة تربى عليها، زي الطفل اللي أنا بنشئه منذ نعومة أظافره على ذلك، هو الطالب أو المجند أو الفرد تدرب على هذه المهام، تجرع حب الوطن. طبعا طبعا، ودي حاجة ما مش مصطنعة، بدليل إنه هو يفقد حياته ويفقد حياة زملائه أمامه ويكمل المسيرة ويكمل المأمورية، يخلص يشيل زمايله اللي كانوا معاه في نفس المأمورية، يروح يدفن ويرجع يكمل يستكمل مهامه دون التأثر. اللي هو في مقولة شهيرة جدا لأهالي شهداء دايما بنسمعها في الانترفيوز وفي المقابلات، دايما الأم أو الأب بيقول لك يعني والد الشهيد، أنا لو عندي ابن تاني برضو فداء للوطن وممكن أقدمه يعني كشهيد للوطن. شفنا يعني أبهات كتير وضباط شرطة كتير تفانوا فيه وقدموا أرواحهم للوطن، ومع ذلك تلاقي ابنه دخل كلية الشرطة، يعني في شيء غريب في الموقف ده. طب نرجع للآية القرآنية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الشهادة أجرها عظيم عند الله، ومكانتك تشاهدها عند لحظة استشهادك، ولك 70 من أهله تشفع فيهم. أليس هذه جائزة كبرى منحها الله لنا؟ أكيد. إذن أنت بتضحي بنفسك وأنت عارف أن ربنا كرمك وأن كل ذويك هيتكرموا من أجلك، كيف تبخل بنفسك على وطنك؟ احنا شفنا كمان في الاختيار 2 لما كان بيتكلم عن بطولات الامن الوطني وبطولات الشرطة في مكافحة الارهاب، شفنا ودي قصص حقيقية من الواقع، الضابط لما بيلاقي خلاص هجوم الارهابيين يقول لك هو اللي بيطلب، بيقول له غربل الكمين، يعني غربله علشان يقدر يسقط اكبر عدد من المجرمين، وهو يعني خلاص يعني هو بيستسلم تماما، لكن مش مهم انا اروح في سبيل انه نغربل الكمين على هؤلاء الارهابيين. فيعني موقف صعب جدا، يعني هذه العقيده اتزرعت يعني لن تتخلى عنها. صحيح. ومش عايزين نتكلم على موقف او موقفين او 3 طبعا، لان سيادة الرئيس امبارح قال لك لولا هؤلاء ما كنا الان. صحيح صحيح. لولا كل شهداء القوات المسلحه والشرطه طبعا، لولا المصابين، الثمن كان غالي جدا، بس البلد خلاص اتنقلت. دور الدراما، دور القوى الناعمة ان هي بتجسد بطولات الجيش والشرطة، فيلم الممر، الاختيار بأجزائه، شفنا الأطفال بيتأثروا قبل الكبار بالبطولات، بنشوف في مناسبات زي أعياد الشرطة وغيرها حضور الفنانين، فيعني ده الرسائل دي يعني معناها ايه؟ ايه الرسائل؟ انه دائما الرئيس حريص على وجود
أبطال الأعمال ووجود أعمال بتجسد هذه البطولات. أولا تحياتي للإعلام بكافة وسائله، لأن الإعلام هو الذي يشكل وجدان الشعب. الأعمال التاريخية اللي حضرتك اتكلمت عليها أنا عايز بس بيان إحصائي بنسب المشاهدة فيها. هتلاقي حضرتك فيلم زي الممر ملايين ملايين في أول نص ساعة، تجاوزوا في نهاية اللقاء ما حدش كان متوقع ان الموضوع بهذه الطريقة، ان في ناس بتضحي بهذه الطريقة. الشهيد المنسي لما الشعب شاف التضحيات بتاعت رجال القوات المسلحة عملوا كل حاجة اسمها منسي، عملوا تيشيرتات، عملوا كل حاجة جميلة لانه خلاص بقى رمز. كذلك الشرطة، كل الضباط، محمد مبروك اللي اتعملت له أغنية، ده عمل ايه؟ ده عمل موضوع لا يقل أهمية عن أي موضوع في الدولة، إن هو كشف هذا التنظيم المارق اللي كان عايز ياخد الدولة إلى مستنقع تاني. لكن ضابط عمل تحريات وتابع، وانتهت القصة بإيه؟ بإن هو توفى إلى رحمة الله. لكن هي مش وفاة عادية، ده نور جه من عند الله لهذا الشخص، اصطفاه ربنا. والاصطفاء ده مش لأي حد، يعني الشهيد ده لما يتم استشهاده فده من عند الله، ربنا شايف انه هو اكثر الناس اخلاصا في هذا التوقيت، عشان كده ربنا خده الى هذه المرحلة. تحية التقدير لكل شهدائنا، وكل كلمات الحب والتقدير والشكر والعرفان لا تكفي ان احنا نرد لهم اي جميل واي تضحيه قدموها لينا. اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخليه السابق بقطاع الامن العام، بشكر حضرتك على تشريفك لينا في صباح الورد. انا المتشكر، وطبعا يعني شكري لكل رجال الشرطه بدءا من اصغر مجند وحتى السيد وزير الداخليه طبعا، بل والتحيه الكبرى للسيد رئيس الجمهوريه بكلمة الشرف والميثاق اللي أعلنه امبارح عن تضحيات رجال الشرطة في الفترة من 2013 حتى الآن. كلفت الشرطة كتير، كلفت القوات المسلحة كتير، ولكن ثمارها عاد على البلد بإن مصر جاية، وفي طريقها بإذن الله إنها تكون من مصاف الدول التي يشار لها بالبنان. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وكل الشكر والتقدير لأفراد جهاز الشرطة المصرية. ويعني يمكن وقت حلقتنا خلص النهاردة، بشكر حضراتكم على المتابعة، بشكرك يا مها على الحلقة النهاردة، بشكر كل زملائي في فريق البرنامج. هشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من صباح الورد، وهسيبكم دلوقتي مع فيلم لأبناء شهداء الشرطة، وصباح الورد عليكم. مين فيكو أشطر في المدرسة؟ أنا. مين أسرع واحد بيجري يحكي لمامي؟ كم؟ طب مين بيجري يشتكي لماما الأول؟ هي. مين أول واحد بيصالح التاني؟ أنا. شكلك أنت الطيب كده اللي بتصالحهم كلهم، صح؟ صح؟ مصر وجنبها جملة، تقولي مصر إيه؟ مصر أحسن بلد في الدنيا. بحب مصر جدا قوي قوي قوي، كل حاجه حلوه في مصر، بحب مصر قد الدنيا دي كلها قد كده. طب نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ نفسي اطلع مهندسه. نفسي لما اكبر اغني اغاني مصر، لما اكبر بظبط اعمل لمصر حاجات كتير. نفسي لما اكبر اطلع ظابط زي بابا. ظابط زي بابا؟ انت فاكر بابا؟ لا انا مشفتوش. لا بس كان نفسي اشوفه. لا اصل هو مات قبل ما اتولد. فاكرة شوية حاجات بس مش قوي يعني. لا عندي تبات ماما، كان نفسي اشوفه جدا. اخر مرة شفته كان عندك كام سنة؟ سنتين. اخر مرة شفته كان عندي 6 سنين. كان عندي 3 سنين تقريبا، 4 سنين او 5 سنين كده. اخر مرة شفته اما هو رايح الشغل. فاكر اخر مرة امتى شفت بابا؟ قبل استشهاده ب3 أيام. استدعوه في الشغل ان هو يطلع يجيب حق ناس وما رجعلناش تاني.
ضرب اتنين وواحد مشي وجاب من ظهره واداله رصاصه في ظهره. هو اتضرب عليه نار. واحنا قاعدين في البيت احنا سمعنا صوت الانفجار. انت عارف بابي مش معانا النهارده ليه يا كريم؟ عشان استشهد وراح الجنة. عشان هو الشهيد وهو بطل. انت عارفه بابا فين دلوقتي؟ فين؟ في الجنة. ايه اكتر حاجه وحشتك فيه؟ القعده معايا. بقف كده في اوضتي واقول له بابي هو انت ليه سافرت؟ زي ان احنا نخرج مع بعض تاني و طب عايزه تقولي له ايه دلوقتي لو كان موجود؟ ان هو وحشني قوي. عايزه اقول له ان هو وحشني جدا وانا لما اشوفه طبعا هحضنه اكتر حاجه. بس يعني لو هو كان دلوقتي قاعد معاكي وبيتكلم معاكي هتقولي له ايه؟ كنت عملت ايه في المدرسه؟ في كمان كنت بعمل ايه لما انت كنت في الشغل؟ نفسي اول ما اشوفه اقول له بحبك يا بابا. اقول له الله يرحمك يا بابا وتكون يا رب تكون مبسوط في الجنه مع ربنا. نفسي احضنه بس. تفتكر لو كان معانا النهارده كنت هتحب تقول له ايه؟ كنت هقول له حاجات كتير قوي. كنت هحمد ربنا ان هو معايا. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل ابويا شهيد دي حاجة اكيد تشرفني وليه مفرحش ليا ما طلبها واتمنى وحقه مرحش يا ربنا وعده بالجنة وليا الفخر عشان من اب ملهوش زي ابويا ما ماتش ابويا شهيد في جنته حي وليه مفرحش ليا ما طلبها واتمنى وحقه مرحش ده ربنا وعده بالجنة وليا الفخر عشان من اب ملهوش زي ابويا ما ماتش ابويا شهيد في جنته حي وحشني يا بابا ووحشني الكلام تعالى في حلمي من فضلك أفض فضلك ساعات بتعب وببقى نفسي تحضني وبص عليا كل شوية من الجنة أنا عارفك بتسمعني متابعك